السؤال هنا يا استاذ عادل في فكره من واقع بقى رصد حضرتك، ليه اهدرنا الفرصه العظيمه اللي جت لنا؟ انا بتكلم هنا كمجتمع كنيشن كامه مصريه، ليه اهدرنا الفرصه العظيمه بعد انتصار 73؟ ليه دخلنا في متاهات كتير؟ كان ال 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 رئيس السادات الحقيقه هو هنا حصل مشهد يمكن غايب عن ناس كتير. اكتر حزب مؤثر في منطقه طالبان الان في افغانستان وفي باكستان والمناطق ده حزب يقال اسمه حزب التحرير الاسلامي. حزب التحرير الاسلامي هتندهش لو قلت لك انه تاسس في الضفه الغربيه في سنه 48 بعد نكبه فلسطين. واسسه شخص اسمه تقي الدين نبهاني. كان من تلامذته صالح سريه. صالح سريه اللي هو عمل حادث الفانيله العسكريه تحت اسم جماعه المسلمين. حزب التحرير الاسلامي هو الحزب اللي قدر يتاثر بالمجموعات المتطرفه من اليهود في الضفه الغربيه. يعني اليهود المتطرفين ما بيحيوش العالم، ما بيشتغلوش مع في الحكومه، ما بياخدوش فلوس الحكومه، ما بيتجوزوش من براهم. اللي انت شفته في التطرف جاء من خلال صالح سريه متاثرا بالفكر اليهودي المتطرف. تمام؟ فكان من الضروري انه قوى الخارجيه بقى سميها اسرائيل، سميها ما اعرفش ايه اللي انت عاجبك. كان من الضروري خلق شرايين الدم تنفجر بين النظام وبين السادات. السادات منتصر. المجتمع كله معاه. وبيحلم وعايز يطور وعايز الشباب كله معاه. فيش فيها جدال. لازم كنت تخلق الدم. الدم ده اتخلق ازاي؟ بحادث الفانيله العسكريه، وهو حادث وهمي بالدرجه الاولى، مسرحيه وهميه، الهدف منها هو ان انت تجيب الشباب اللي منتمين للتنظيم ده جماعه المسلمين وتدخلوا السجن وتدخلوا مش عارف ايه، ويبقى في مشكله بينك وبين النظام. ده بدايه التكفير الحقيقي، انك حولت افكار سيد قطب وهي أفكار عامة عن التكفير وتكفير المجتمع والمسلمين غير المسلمين والتتار إلى آخره اللي هو حطه في معالم على الطريق أو معالم في الطريق، حولتها إلى برنامج تنفيذي من خلال صالح سريه. أصبح عليك ما تعيش بقى وسط المجتمع ده، المجتمع الكافر، فتعيش في أماكن منفصلة، وأصبح عليك إنك أمير الجماعة هو الذي صاحب الأمر. طلق مراتك، حاضر. تتجوز مراتك من غير مراتك شخص اخر من غير شهور العده، ليكن. ده اولادك ما يروحوش المدرسه لانها حرام، ماشي. الجيش تهرب منه، الخدمه كان. ما فعله صالح سريه هو عباره عن وضع برنامج التكفيري الحقيقي التي صارت عليه كافه الجماعات الاسلاميه. وده حدث امتى؟ بعد 73. وقتها ما كانش فيه عمليه استيعاب للقادم في مصر، ما حدش توقف عندها بالبحث الا فيما بعد. احيانا في وقائع تعلمنا من التاريخ ان الوقائع ليست بالصوره التي تبدو عليها. منها قضيه لافون. حصل ده نفس الشيء لما تقرا كتاب ستيفن جرين بتاع البندقيه وغصن الزيتون، يتحدث عن تفجيرات تمت في معابد يهوديه في العراق. ليه؟ عشان العراقيين اليهود يروحوا يهاجروا. هنا بيحاولوا ينسب الأمر إلى متطرفين في العراق، إلى شباب بيعطلوا الجلاء هنا، لكن الدراسات المتعمقة بتخلي المسألة مختلفة. نحوم جولدي مان ده كان ماسك اللي هو ما يسمى بالمؤتمر اليهودي العالمي، عنده كتاب اسمه التناقض اليهودي، بيتكلم على حوار بينه وبين بن غوريون. بيقول له انت مش شايف انه جمال عبد الناصر مشغول بالتنميه داخل مصر وانه تقويه الجيش والى اخره؟ قال له احنا رصدنا 100 مليون دولار عشان نربك نعمل مشاكل بيننا وبين الراجل ده، لانه هو مش هينسى الهزيمه. اعتقد احدى الصحف العربيه كانت نشرت محاضر لاجتماعات مجلس الوزراء الاسرائيلي في هذه الفتره، تاتي في نفس السياق لحضرتك. هو انك انت النهارده اولا انا لازم اربكك في اكعبلك
تهتم بالجيش، تهتم كده يعني، بحيث ان انت تبقى مشغول بقضيه غير قضيه التنميه، ومشغول بقضيه غير قضيه مواجهه التطرف. برميلك كل حاجه مره لغم بحري، كل ما تسبح في اتجاه المانش كل ما اللغم البحري يفجرك وترجع تاني. يعني معنى كلام حضرتك من بقى واقع معيشتك، يعني ربنا يمتعك بالعمر والصحه، ان التخطيط المصري الراهن، الاداره المصريه الحاليه استوعبت كل دروس الماضي، استوعبت دون لانها ما بقتش حد يقدر يحط لها شرك خداع، هي سابقه بخطوه، ولا حد يقدر يدفعها الى قرار حساباتها فيه لم تكتمل. دي من مساله مهمه جدا. الاول يعني كنت تقدر في نظم سابقه فيما عدا مبارك كان قرر تجميد الامور، يعني وضع كافه الامور في الفريزر وخلاص، ولا لينا علاقه باللي حوالينا ولا بتاع، بحد ادنى علاقات شخصيه بيننا وبين بعض الحكام في الخليج، وكان الله بالسر عليم. السادات كان من السهل استفزازه، مش عارف يطلع يتكلم ويهاجم ومش عارف ايه، ويحط معتقلات الى اخر الكلام. عبد الناصر الناس كانت بتلعب على الكاريزما، مش عايز اقول الايجو، واخد بالك، وكانوا هنا مستعدين يحطوا في اشياء غامضه في العلاقات معاه. على كل حال نرجع تاني، هنجد ان احنا بجد قدام قياده سياسيه بتاخد الامور بهدوء شديد جدا، حتى نفس طويل جدا، وهذا امر مهم جدا. ليه؟ لان الدنيا متشابكه، زي ما كنا بنتكلم عن تشابك تشابك المصالح. اي قرار هتاخده في ليبيا هتلاقيه بيأثر على فرنسا اللي علاقتك بيها كذا، او يأثر على اليونان وبتاع اللي علاقتك بيها كذا، او على سبيل المثال، على سبيل المثال نفس الشيء بالنسبه لسد النهضه، بالنسبه الى اشياء ومناطق كثيره جدا، بالنسبه الى علاقات مختلفه. فانت هنا المساله بقت معقده ومتشابكه جدا، وعشان تاخد قرار لابد ان انت تدرسه دراسه كافيه، ولابد انك انت تكون لك نفس طويل جدا، وانه لا تسمح لاحد انه يدفعك الى ما لا تريد او ما لا يجوز.